السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي، أقدمها إليكم مافورك يوهنس. التقت رئيسة الجمهورية السيدة سالورك زودين مع ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرامج الأغذية العالمية، وأوضح بيسلي بالتفاصيل الأنشطة المختلفة التي يقوم بها برامج الأغذية العالمية في إثيوبيا، كما أشاد بالخطوط الجوية الإثيوبية والتي تعمل بنقل جوي للإمدادات والمعدات المطلوبة لعلاج ومكافحة تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء أفريقيا. وشكرت رئيسة الجمهورية سالورك زودي مساهمة برامج الأغذية العالمية في كل من إثيوبيا وأفريقيا. والتقى رئيس برامج الأغذية العالمية بوزير الخارجية الإثيوبي جادو أندرغاتشو، وقدر جادو مبادرة برامج الأغذية العالمية في تقديم الدعم الإنساني لإثيوبيا خاصة في هذا الوقت العصيب. كما استغل جادو الفرصة لإطلاع المدير التنفيذي على موقف إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير. يتم الاحتفال بذكرى سقوط نظام الدرج المستبد المعروف بجمبوت حايا والموافق لمايو 28 يحتفل به على مستوى الوطن بشكل رسمي، حيث يتم إطلاق 20 مدفعا صباح اليوم. قدم رئيس الوزراء أبي أحمد رسالة تهنئة بهذه المناسبة، وقال إن هذا اليوم هو أحد الأيام التي غيرت تاريخ إثيوبيا الحديث، مشيرا إلى أن العديد لقد ضحوا بحياتهم الثمينة لتحويل إثيوبيا إلى دولة ديمقراطية تتمتع بالعدل والأمن وتحقيق المساواة والوحدة مع الحفاظ على التعدد والازدهار. وقال رئيس الوزراء: علينا أن نغتنم الفرصة لتجديد التزامنا وبدء أنشطة عملية بناء النظام الديمقراطي. أجرت وزيرة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية السيدة سيون تاكلو محادثات هاتفية مع نائب وزيرة الخارجية الكويتي خالد الجار الله. تبادل الطرفان في النقاش حول القضية للمواطنين الإثيوبيين في الكويت الراغبين في العودة إلى الوطن، بالإضافة لاستعدادات الجارية لتنفيذ ذلك. طبقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية، إن المسؤولين ناقشا الحوار القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 100 حالة جديدة لإصابات بفيروس خلال 24 الساعة الماضية، حيث وصل العدد الإجمالي للأشخاص المصابين إلى 831 مصاب. وبحسب البيان اليومي للوزارة، تتراوح أعمار الضحايا بين 73 أعوام، ومن بين هؤلاء 99 لإثيوبيين، وبينما واحدة لمواطنة بوروندية. ومن بين حالات الإصابة بالفيروس 94 منهم من أديس أبابا، و34 لديهم اختلاط بشخصين مصابين بالمرض، بينما 60 منهم ليس لديهم تاريخ سفر خارجي ولا اختلاط بمصابين. كما أصيب واحد من ولاية تيغراي، وشخصان من ولاية الصومال، وثلاثة من ولاية أوروميا. كما توفيت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما، ليصل العدد الإجمالي لحالة الوفاة إلى 7 أشخاص. وطبقا للوزارة، تعافى أمس 10 أشخاص من المرض في أديس أبابا، ليبلغ العدد الإجمالي لحالة التعافي من المرض في إثيوبيا إلى 191 حالة. أعلنت النائبة العامة الفيدرالية عن تدابير إضافية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، وجاء هذه الخطوة بعد زيادة في معدلات الحالات، حيث وصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 831 حالة. ووافق مكتب المدعي العام على توجيه يلزم الجمهور إلى ارتداء أقنعة الوجه خارج منازلهم، كما أعلنت مع رفع نظام التقنين الذي تم إعلانه في أديس أبابا الشهر الماضي، يجبر المركبات الخاصة الخروج إلى الشوارع بالتناوب حسب أرقام اللوحات. وبحسب البيان، تم تغيير ساعات عمل الخدمات العامة في العاصمة أديس أبابا للحد من الاكتظاظ في خدمة النقل العام من أجل الحد من حركة الأشخاص. أعلن النائب العام أيضا تعريفات جديدة على خدمات النقل بالحافلات.
أعلن رئيس ولاية الصومال الإقليمية السيد مصطفى محمد عمر عن جهود الجبار التي بذلتها سكان ولاية الصومال لمنع انتشار كورونا، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة تعتبر واعدة وتبعث الأمل في النفوس. ووفقا لمكتب الاتصال الحكومي بالولاية، فإن الرئيس قدم في خطابه رسالة شكر وتقدير لزعماء الأديان وأعيان المجتمع ورجال الأعمال والشباب المتطوعين والمسؤولين الحكوميين وسائر سكان الولاية على الجهود التي يقومون بها لمنع انتشار فيروس كورونا. وقال مصطفى: إن كل ما نحتاجه الآن هو أن نتوخى الحذر لأنفسنا ونقدم الدعم اللازم لأسرتنا والمجتمع تفاديا للمخاطر. قامت إثيوبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة ببناء مستشفى ميداني في أديس أبابا لمعالجة مرضى كوفيد-19 خلال 3 أسابيع، ويقع على 25,000 هكتار. وتم افتتاح المستشفى بحضور كل من وزيرة الصحة الدكتورة ليا تاديسا وممثلي منظمة الأمم المتحدة ورئيس برامج الأغذية العالمية ديفيد بيسلي. وشكرت وزيرة الدولة إدارة مدينة أديس أبابا لمنحها هذه الأراضي الشاسعة بدون مقابل بغرض بناء مستشفى ميداني مؤقت، مشيرة إلى أن المستشفى سيبدأ العمل بعد 10 أيام عقب تزويده بمعدات مختلفة. وقال ديفيد من جانبه إن بناء مثل هذه المستشفيات في إثيوبيا يعتبر جزءا من الجهود المبذولة من قبل الحكومة الإثيوبية لمكافحة كوفيد-19، منوها إلى أن رئيس الوزراء يستحق التقدير والإشادة لما قدمه من دعم كامل لهذا المشروع. انطلق اجتماع رابطة المرأة التابعة لحزب الازدهار الحاكم في أديس أبابا، حيث تشارك كل الأعضاء بالأحزاب المندمجة في الحزب. وقالت رئيسة مكتب رابطة المرأة للحزب السيدة مسكرة مبابة إن الاجتماع سيناقش حول قواعد الروابط وبرامجها وطرق تنفيذها، مشيرة إلى أن النساء في الحزب يعملن في مسار مشترك للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وتعزيز مشاركتهن في التنمية الخضراء. وقالت إن الرابطة تستعد لذراعة مليار شتلة بمشاركة أعضاء النساء في موسم الأمطار المقبل. ونوهت مسكرم إلى أن الرابطة قامت بإنشاء المكتب على جميع المستويات لرصد موقع قرث الشتيلات وتنفيذ المخطط على الوجه المطلوب. وقال المسؤولون التنفيذيون في الرابطة أنهم سيشاركون في برامج للتبرع بالدم لإنقاذ أرواح الآخرين. شهدت مدينة مينيسوتا بولاية مينيسوتا الأمريكية أعمال عنف واشتباكات بين مئات الأمريكيين ورجال الشرطة خلال مظاهرة احتجاجات على وفاة رجل من أصول إفريقية أثناء توقيفه، ما أشعل موجة غضب ضد رجل الشرطة. مصطفى يونس لديه المزيد. سار مئات المتظاهرين نحو مركز دائرة الثالثة التابع لشرطة مينيابوليس للتنديد بوفاة جورج فلويد، الذي أثارت وفاته موجة غضب، حيث أظهر فيديو مسجل تم تداوله على نطاق واسع فلويد وهو يستغيث مرددا: لا أستطيع التنفس، بينما يضغط شرطي أبيض بقدمي على ظهري وعنقي في محاولة لتثبيته على الأرض. ولم يستجب الشرطي للنداءات المارة الذين طلبوا منه التوقف عن الضغط بركبته على عنق جورج فلويد. ولم يتردد المتظاهرون الغاضبون في رشق مركز الشرطة بالحجارة، اعتقادا منهم بأن عناصر دورية الشرطة المتورطين في وفاة فلويد يعملون هناك. وأشار فراي وهو شاهد عيان إلى فلويد الذي يعتقد أنه في الأربعينيات من العمر، صمتا ببطء وبلا حراك، ولم يكن قادرا على التحرك حتى عندما استهزأ به الضباط من أجل النهوض وركوب السيارة، وقد نقل إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته فيما بعد. وتعيد وفاة جورج فلويد للذهان حادثة وفاة إريك اختناقا في العام 2014 بعد توقيفه. وإريك الذي كان يبلغ من العمر 43 عاما ردد عدة مرات: لا أستطيع التنفس، بعد اعتقاله بطريقة عنيفة من قبل رجال الشرطة للاشتباه في بيع سجائر بشكل غير قانوني قبل وفاته اختناقا أثناء اعتقاله. وقال رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا
أنه أحال القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق فيها، الأمر الذي يمكن أن يحول إلى قضية انتهاك حقوق فيدرالية. وتصاعدت دعوات لاعتقال عناصر الدورية بتهم القتل. أكد عمدة مينيابوليس جاكوب إنهاء خدمة 4 من أفراد الشرطة متورطين في الحادث، مضيفا هذا هو الرد الصحيح. وأشارت الشرطة في بيان إلى أن حادثة مينيابوليس وقعت عندما عثر أفراد الشرطة على الرجل في سيارته، وعلموا أن الرجل كان يجلس على مقدمة سيارة زرقاء ويبدو أنه كان تحت تأثير شيء ما. وأضاف البيان أن الضابط طلب من الرجل الابتعاد عن السيارة لكنه قاوم جسديا، وتمكن الضباط من السيطرة عليه وتقييده بالأسفاد لكنه بدا عليه معاناة طبية. مشاهدينا الكرام، انتهت نشرتنا الأخبارية من التلفزيون الإثيوبي، كنت معكم أفورك يوهنس، وإلى اللقاء.